عليكم. حنا عمال تاع المطار حي سيدي الامتازات معتصمين هنا كنطلبوا الرجوع الى العمل بسبب كان اعتصموا المشروع تاع السفات ديال المعلم الباترون مطار حي سيدي الامتازات اللي حولنا من شركه حنا ما كنعرفوهاش كاع. الخروقات نقابيه يعني ما عندناش الحريات كاع ديال العمل، لا سميك لا عطله سنويه لا اعياد لا يعني ما كاين حتى شي حاجه كاع. يعني هاد المطالب هما ربما خصهم يكونوا حقوق اللي خصهم يكونوا عندنا، حنا صدقنا كنطلبوهم، هذا هو المشكل اللي عندنا. حنا معتصمين هنا حتى السلطات المعنيه تتكلم، هو خصنا راسو انه عنده المال عنده الجاه عنده، ما عرفناش شنو عنده، بغى يدوز معنا لا المندوبيه لا الواو. المندوبيه عيات كتراسلو ما بغاش يدير، ما بغاش يستجيب كاع الامر ديال المندوبيه. دابا حنا هنايا كنعينو السلطات اللي غتحل المشكل، وعاش الملك.